السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تكونوا على خير إن شاء الله تعالى. احتني غير قبلي هذه واحترامي. شكرا. مرحبا بالإخوة والأخوات، أسأل الله تعالى في هذا اليوم الطيب أن نكون على خير دائما، في صحة وعافية وعلم وفهم ونجاح وتوفيق وسداد وشفاء ودواء. أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا باب الخير، نكون سبب في الخير لنا ولغيرنا إن شاء الله تعالى. الله تعالى يطول أعمارنا ويحسن أعمالنا ويقرب من الصالحات، اللهم آمين. حياك الله أخي عمر، بارك الله فيك، حيا الله جميع الإخوة والأخوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي شمس الضحى. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المتابعين والمتابعات والإخوة والأخوات، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بأخي أحمد، أخي عصام، مرحبا بالجميع. يقول لي أخويا نعيم، بغيت شي صورة لحرق العاشقة. إذا أردت أن تحرق العاشقة فعليك بداية بالإكثار من الاستغفار، لأن واقعة في ذنب عظيم. الإكثار من الاستغفار، قبل الاستغفار الإكثار من أعظم ما قاله الأنبياء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها كثيرا، لأن حتى إن كانت بوذية، هندوسية، مجوسية، يهودية، صليبية، نصرانية، مسلمة، ظالمة، هذه الكلمة بالتمعن والتدبر في معانيها تجعلها بإذن الله تعالى تصفو، يصفو قلبها وينشرح صدرها بإذن الله تعالى. الإكثار من هذه الكلمة كثيرا بالليل والنهار، ثم الإكثار من الاستغفار مع استشعار الذنب حتى تستشعري كذلك الذنب الذي وقعت فيه، الذنوب التي وقعت فيها، وتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها تفتح أبوابا مغلقة، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ثم سورة يوسف والتأمل استماعا وقراءة وتدبرا، وسورة النور بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليك بالسحر وظلمات الليل والإكثار من السجود والتضرع والبكاء على ذنبك أنت بداية، ومن ثم سينطلق الأمر إليه أي بفضل الله عز وجل. إذا واظبت على هذا أيام وكلك منهج، اعلم أنك سترى العجب مع العاشقة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأكثر من الرقائق والمواعظ، وأكثر من الاهتمام بالآخرة، أن تعرف ما ينتظر الناس في الجنان، وعكس ذلك ما ينتظر الظالمين والكافرين في النيران. حينما تسلك هذا المسلك وأنت تتبع كذلك الاستماع إلى رقية العاشقة مع الموعظة، يصبح الأثر جلي بفضل الله سبحانه وتعالى، مهما كان حالها وعشقها وكفرها، بفضل الله سبحانه وتعالى تصبح الأمور جلية ظاهرة واضحة بإذن الله، وتجلى لك رؤى ومنامات ودلالات تسير بك خطوة خطوة حتى تعلن الإسلام التام والخشوع والندم وإصلاح ما أفسدت والخروج بإذن الله عز وجل. فقط وجب أن تسير بحكمة إن شاء الله، بتأني
وبإيمان إن شاء الله عز وجل. لكن قد يكون أمر مهم جدا تغلق عليك باب العبادات، تثقل عليك باب الطاعات، هنا وجب المجاهدة أو اتخاذ الأسباب كالمنبه والجوال والرفيق والصديق والقريب. فهذه كذلك أمور لا بد أن نعلمها وأن نبينها، لأن كثير من الناس كمن مسألة إيمانية وعقلية يؤمنون بهذا ويريدونه، لكن في التطبيق يجدون صعوبة كبيرة جدا، ولا بد من سلوك هذا المسلك، فإن شق عليك الأمر وصعوبة فعليك أن تحطم هذا الحاجز برقية عند معالج يضعفها نسبيا حتى تفتح باب العبادات على نفسك إن شاء الله تعالى. فهذا كذلك أمر غاية في الأهمية وجب أن نبينه إن شاء الله عز وجل. طيب خير إن شاء الله تعالى. أنا كنت غادي المركز صراحة، لكن الأمور لله عز وجل، كنشعر بالعياء وبالتعب. ربما سافرت لفاس في أيام السبت والأحد، وسافرت إلى مراكش واشتغلت هذه الأيام، إضافة إلى ما هناك كانت أشياء أخرى تكون ما بين جلساتي والسفر داخل كازا كذلك أقضيها، فصراحة لا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم أنا ما عنديش نقدر نخدم يعني لسبب العياء والتعب، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي. هذا أنا كنقولها وكنكرر وكنعود، أنا حريص أن يتم إن شاء الله على خير مركز مراكش حتى تكون بإذن الله تعالى برامج لنا الراقي المغربي نعيم ربيع يعني ظاهرة واضحة وقوية إن شاء الله عز وجل. مفهوم. عندي استشارة أريد أن أستشير أحبتي في الله، وأحببت أن يكون معي الجمهور الإخوة والحضور الذين كانوا معي بالأمس الليلة البارحة في أمسية البارحة بالليل. البارحة الأخ السائل الذي سمعنا قصته ومعاناته، ربما كنت قاسيا معه، ربما كنت كما يقول المغاربة وركت عليه شوية، لكن تبع اللي بكيك ما تبع اللي ضحكك، يعني أنا نصحته نصائح مفصلة مجزأة من أعماق القلب بالعقل وبالقلب وبالشرع وبالسلوك وبكل الأمور التي يحتاجها الإنسان بفضل الله. ربما كنت قاسيا، لكن أنا هذه طبيعتي في النصيحة، عندي في النصيحة جانب العاطفة، جانب الإنساني، جانب الأخوة، لكن جانب كذلك لا نغفله هو جانب الحق والإنصاف والعدل. السلام عليكم. لاباس الله. جانب العدل والإنصاف، فربما البارحة ربما كنت، هل تروا أني كنت قاسيا عليه؟ لا، كنت لمصلحته، لكن الجواب كان شاملا. طيب أنا أريد من الإخوة اللي كتب التعليق منشور، أريدهم يكتبون لي بإذن الله تعالى، رب إذا كنت قصيت عليه في جزئية ما يكتبوها لي، لكن أنا حاولت جاهدا على أن أفتح بصيرته وبصره ونور صدره وقلبه إلى أشياء ربما يغفل عنها من جاب العاطفة. خاصكم تعرفوا مسألة مهمة جدا، في ديننا الحنيف هناك أمران اثنان، هناك الاستخارة وهناك كذلك الاستشارة، وقد يكون هذا الإنسان يعني أحيانا
الإنسان يكون بفضل الله تعالى عنده من العلم ما شاء الله ومن الحنكة والخبرة والتجربة الشيء كثير، ومع ذلك يحتاج إلى الاستشارة، لأن أحيانا لما تكون في عمق المشكل لا ترى رؤية كاملة. أحيانا لما تكون في نور في عمق المشكل قد لا ترى رؤية واضحة كاملة، والأمور التي تحيط بك قد تؤثر عليك ولو نسبيا، قد تؤثر على أخذ قرار سليم ولو نسبيا لنقل 100%. ولهذا جاءت الاستشارة من أهل العلم، من أهل الحلم، من أهل التعقل والاتزان، الحكمة، الحنكة، أصحاب التجربة، وتستشير في كل أمر من الأجدر به. لهذا ربي قال فاسأل به خبيرا. فلزاما على المستشار المؤتمن أنه يعطيك صورة شاملة مجزأة لكل تفاصيل حتى تفهم أنت أين تسير وكيف تسير، وهذا الذي نفتقده في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمع الحب والود لا بد أن تكون هناك النصيحة الشاملة والاستشارة الشاملة، ولا يمكن يعطيك إنسان استشارة شاملة إذا كان هو أصلي إلا إذا كان هو يفهم، أما فقد الشيء لا يعطيه. لهذا كنقول لكم ارحموا عقولكم وأوقاتكم وصدوركم، لا تعطوها لأي كان يكون من هب ودب. الذي خرج علينا احنا خرج على الأسر والبيوت، هو كيوقع المشكل كيفاش تريح مع وحدة ما فهمهاش وكذا، تعطيها استشارة كتعلم فيها، وداك الشيء اللي ما دايرهاش هي في حياتها كتقول لها ديريه انت، أو العكس صحيح كذلك عند الرجال. هذه من الأمور الخطيرة التي عمت بها البلوى في زمن في هذا الزمان، لأن الناس ما كتعرفش كيفاش إلى أين تذهب، من تستشير. ولهذا كتقول الناس ما ناجحينش في حياتهم للأسف الشديد، ما ناجحينش لأنهم لا يعرفون من يستشيرهم. كيستشير أي إنسان كتلقاه فاشل في حياته دير فيها مستشار، في القهوة مستشار، في الحمام مستشار، في راس الدرب مستشار، في العائلة كتلقى شي واحد مكال خذ فيه الفهامة العلامة المستشار، ولا وحدة مضرة في العائلة مقطعة ودير فيها المستشارة كيمشيو ليها. هي المشكلة يعني الأمور أصبحت على غير يعني مقلوبة، ولهذا الأحوال أصبحت مقلوبة. فلا بد أن الناس والله العظيم كتلقى شي وحدة دير فيها باترونة في العائلة، إذا كان شي مشكل هي اللي كتفكو، فهمتي؟ باش كتفكو ماشي بالعقل، بالآراء ديال المجرمين، مع دوس تاع الله، المحكمة، القايد العامل، هذاك الشيء ديال الشر، ماشي زعما كاين تمشي عندهم في سبيل الحق وسبيل الإنصاف والخير والبر، لا، هي تتعالى بهذ الأشياء كأنها هي كتحكم بين هي الحاكمة، وتلقاها هي أصلا ما فاهماش وكتعرف لا قايد العامل لا الهضرة. والإشكال الواقع اللي كيوقع عند الناس هو ساكن كيتغرب هاد الناس اللي كيتكلموا بزاف، كيتغرب هاد الناس اللي عندهم هاد الأفكار السلبية والطاقة السلبية، وكيمشيو معاهم في التيار وكيحاولوا يجربوا ديك التجارب الفاشلة ديالهم كأنهم حقول تجارب، وفي النهاية كتنفجر البيوت والعلاقات والروابط الأسرية والمحبة والمودة، وتنتهي بالفشل والعياذ بالله، فهمت؟ وتنتهي بالفشل. لهذا كنقول لكم دائما أحبتي في الله، ما شوف الإنسان يعرف من يستشير، يعرف شكون اللي غادي يأمنوا على الأسرار بداية وعلى حياته، وعلى لقد تستشيره في مشروع ما، قد تستشيره في زواج ما، قد تستشيره في مشكلة ما. وهذه الأمور ماشي أي كان ممكن أنك تجلس وتقعد تفتح كتاب وتقعد تتكلم، يعني الناس ليسوا كلهم حتى في صفاء القلب والصدر سواء، وليسوا في العلم كذلك سواء، ليسوا في الحنكة والتجربة سواء. وكتلقى مساك الناس بكثرة الهم والغم الذي نزل عليهم بغينا يتكلموا، وفي النهاية يأخذون أفكار سلبية، وخاصة النساء، خاصة النساء للأسف، وهذا هو اللي كيخرج على العيالات مع رجالتهم،
كتريح مع اختها ما فهمش تعطي رأي، مع خالتها تعطي رأي، مع عمتها كتعطي رأي، مع جارتها تعطي رأي، الشيطان اللي فيها كيعطي رأي، وفي النهاية تضيع حتى تفقد تصبح. الشيطان، يلا كنتكلموا على الشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكينا ولك فكينا، عاوننا وفكنا الشر. واو واو واو. يلا كنتكلموا على المسألة هذه، شوفوا مزيان، خذوا درس. دابا ساهل باش تشعل العافية، هكذا كيوقع اقسم بالله بين الاصدقاء، بين الرفقاء، بين العائله. كلمه هنا كلمه هنا ما كتبقاش كيهبط العافيه، كي لا كيتفرج او لا كيزيد فيها، اما كيتفرج او لا باغي يزيد العافيه، كيزيد ايش تشعل. فاش كيوقع اصطدام شحناء، الشيطان كيجري في مسجر الدم، كتولي واحد نوع من الحميه، انا ما راضيش، هو ما راضيش، هي ما راضياش، كتزيد تشعل العافيه والناس كتفرج، ولو كاين له الحطيبات الحويدات، وفي النهايه شنو يحترق الاخضر واليابس. هذه هي بالقصه باختصار، لكن لو ان الانسان في الاول صبر وخلاه كيتكلم، وفي كاين المشكل عاد دوز اسيدي انت الاول، في كاين المشكل عادي جدا، هو ما تادبش، هو ماشي مخلق. شنو غنمشي معنا في المستوى ديالي ونغوض دابا ويسمعوا لي الناس ونقلل المروءه ديالي ونغضب، وفي النهايه غادي ندم على هذا الغوت وكذا، ماشي مستوى، ماشي مستوى. والله العظيم نشهد الله، شحال من مره انا كان كيبقى لي مشكل يعني مع الناس مثلا، ولا حتى في داخل مثلا الامور الخاصه، اقسم بالله العظيم نقدر نغادر انا ذاك المكان، ما عنديش مشكل يعني. الله هو كيشوف الخير، يقول لك انسان سمح لي راني خلاص بحقك وعادي، واش انت جهلتي انا غنجهل فوقك؟ ما كتوقع هادشي كيوقع، وارد في الحياه، وارد يعني انسان ممكن يتعرض لهادشي، لكن احيانا ممكن يكون الردع بطريقه ذكيه، يعني الكلمه احسن من الف، ممكن تعطيه كلمه احسن من مليون، وفيها واحد نوع من الحزم، وكتلزم حتى عاك وتخليه الا كان ضامر يفهم حتى يمشي يبرد ويحس بها، فهمت؟ لكن باش تدي الفوضى وتخوت وتصوتك والاخر يستفزك ويمشي، للاسف الشديد انا كنشوف، للاسف الشديد قدر الله ما شاء فعل. سواء انا كنكون دائما ارتقوا في المعامله، سواء كنت اصدقاء، كنت اقارب، او كنت ازواج،
رغم من أكفس الخصال ومن أشنع الخصال ومن أقبح الخصال هو ذلك ترفع الصوت والخصومات الببغائية والحميلية عزكم الله والحيوانية هي هكذا حيت ما ممكنش تكون بشرية نهائيا حيت الله تعالى رقانا ولقد كرمنا بني آدم هذا ما يمكنش أنك تخاطب واحد الإنسان وكتسب فيه وتغوت عليه أو لا باك وعياذ بالله أو لا أخوك أو لا زوجتك أو لا ولدك ما ليس لها معنى أنا لا أرى أن لها معنى واحد الإنسان المرسوغة اللي يبقى يصلصل عليها أو المرأة أو المصيبة أو المرأة كتغوت على الزوج ديالها أو لو واحد يغوت على إخوته ولا أخوته يغوتوا عليه أي حياتي هذه أنا وليت نعرفش من حياته وشوف لي برا تلقاو لي عود ثاني ولا أخو استفزه في كلمة ولا أخذ يغوت الناس أحوال الإشكال هو أنك لما كتشوف ناس مش مكالة أنا أشوف سبحان الله الناس لما كتجلس في القهوة كتدرس شخصيات ديال الناس وكتدرس حتى الأحوال ديال الناس وحركات الناس مثلا أنا كنشوف أن هاد الجوج كيبانوا مش مكالة يعني ناس مؤدبين ولكن بداخل لك الأدب كاين واحد النمرود الإنسان قدر يزين الشكل ديالك وباقي ما قدرش يلجم ذاك النمرود اللي بالداخل ديالو للأسف واقع البيئة التربية لأن أنت كنعرفك في الغضب ماشي نعرفك ملي تكون زوين وغاسر ومقاد نعرفك وقت الغضب نعرفك وقت المحنة وقت الفتنة وقت الشدة ثم فيك تخرج الخصال الحقيقي اللي مربي ما كيقدرش في الغضب يقول كلام خير ما يقدرش يصوت اللي مربي في العداوة ما كيظلمش اللي مربي في عز أنه ما كيظلم يبقى محافظ على الثوابت ديالو ماشي غير يغضب يقول لك هو سمع كتقطع عليا الدم سب الدين يضرب يهرس لي في الدين باغي يخنق هذه هذا ما مربيش ما مأدبش ما مخلقش هذا كان يصطنع كان يدعي ذلك كان كيمثل القناع طاح فهمت كيف؟ لأن في الشدة وفي الغضب كتبان المعادن على حقيقتها يستطيع الإنسان لما يبغي يعطي واحد الصورة غادي يلبس واحد اللباس ويتقمص واحد الضوء ويتكلم بواحد الكلام لكن في وقت الشدة والغضب كتظهر الحقيقة سواء كان زوج كان أب كان أخ كان جار كان صديق تظهر حقيقة المعادن والناس معادن كالذهب والفضة يستحيل أنا أقول يستحيل الإنسان المربي والمخلق على أنه غادي يسيء في الغضب أو يجور ويظلم في حال الشدة والغضب مستحيل أنا أقول مستحيل علاش مستحيل لأن أشياء ما عندوش في الجسد دياله في عقله في قلبه في الطاقة دياله سلبية فكيفاش هتخرج هي غير موجودة فهمت كيف هي غير موجودة لكن عكس ذلك الإنسان اللي هو غير كيحبسها تنفجر أو لا غير مخبعها تنفجر للأسف الشديد ولهذا كنقول أحسنوا تربية أبنائكم وتربية نفوسكم
من للأسف الشديد كذلك أنك تشوف الآن شباب غادي للثانوية. أنا كنشوف شباب الآن غادي للثانوية الآن يمروا أمامنا هذو هذو كنشوف أنا هذو ديال الثانوية يعني يكونوا يعني في معدل سيزياماني باك تقريبا. ولكن كتشوف الطريقة ديال السمت ديالهم وطريقة الكلام ديالهم همجية صراحة همجية. ما كنت كلمش على أبناء الابتدائي والإعدادي، تخيل ما كنت كلم معك أنه يكونوا رجال على صفي ولو رجال، طريقة همجية سوقية للأسف الشديد. يعني كتوحي على أن المشكل كبير جدا، كيفاش كيتكلموا كيسبوا، وأصبحت الكلمات النابية والألفاظ الساقطة عادية جدا. سب الدين، الكلام حزام لتحت، كأنه شيء عادي جدا. الإشكال اللي بغيت نوصل لكم هو هذاك الشيء اللي يكون خفي داخلنا، أقسم بالله تغنسلوا أمام الله عز وجل على نفوسنا وعلى أولادنا. خذوا مني باليقين، لأن الأبناء غير داكشي اللي خبعتيه داخل ديالهم. خذوا مني باليقين. لهذا الأمر سهل الآن أنك تربي تغرس في ولدك الفضيلة. مشي عيب في هذا الزمان اللي هو كعجت فيه المنكرات، غرس في ولدك الفضيلة والأخلاق الفاضلة والشيم النبيلة، غرس في أبنائك بإذن الله عز وجل. الله يعلم حقيقتك وصدقك ونيتك، لكن غرس في أبنائك هذه الأمور إن شاء الله تعالى. لأنك كيدوزوا الناس مثلا وكتقرف وجوههم حتى في الحركات ديالهم ان هناك فئه مربيه غضب وقار وغضب وحد السمت، وسبحان الله طول علاش كتبقى فئه غدا كيتشبهوا بعضياتهم في السمت، في حسن القول، في طريقه المشي، كتشوفهم انهم فعلا اختاروا بعضياتهم. كتشوف سبحان الله، وكتشوف واحد الفئه اللي الاكثر يمشيو بشكل همجي وجماعي وكبير غادي بواحد الطريقه اللي هي معفنه. دور المصلح والموجه والمربي في البيت بدايه اين هو؟ والله العظيم الامر عجيب بسم الله. ولهذا كنتكلموا على مساله الغضب اللي غضب هذا السيد. الغضب هذا ماشي ناتج عن فراغ، ناتج عن اشياء كثيره جدا. وهذا الغضب تخيل معي، لو كان نعطيكم مثال، لو كان دابا هذا الرجل بنفس الاستفزاز اللي استفزوا هذا الانسان او اكثر مع زوجة يقدر يضربها، صح ولا لا؟ هذا النوع يقدر يضرب مرته عادي، يقدر يسبها عادي عادي جدا. يعني حين مات، طيب لماذا نخرجوا ابناء ندو يلعنونا بس ممكن تلعنوا؟ يكون ابن ما يترباش تربيه صحيحه، يقدر الله ياخذ حبه الناس، شنو ذنبها مسكينه؟ قد تراه في ظاهره جميل، في ظاهره طيب، قد ربما، ولكن لما تنكشف الحقيقة تجد أنها قد أخذت بركانا هائجا ثائرا. هنا الإشكال، لهذا خصنا ولا بد أن نتعلم. ماشي عيب، أشوف ليس عيبا أنك تعلم نفسك الحلم، وهذه نقطة غاية في الأهمية في هذا الزمان. إنما الحلم في التحلم، لا بد أن نربيه في نفوسنا الحلم. الحلم عدم الطيش، هو جمح وكبح الغضب والعجلة والسرعة
فردة الفعل والانتقام. لابد الإنسان يكون يبلغ واحد مبلغ عظيم من الصبر. الإنسان ما يكونش عنده ردة فعل سلبية نهائيا. الإنسان يكون دماغه والعصب دياله والقلب دياله هو كيتحكم فيهم. وهذا يكون بالامتحان، يكون بالتجارب. ما تقدر ما تنجحش 100% في المره الاولى، ما تنجحش 50% تنجح 60% 70% 80% 90% تثبت اللي كتنجح 99% 100% باذن الله تعالى. جرب نفسك ودير امتحان نفسك، لانك انت في هذه الحياه اكيد سوف تاتيك اخبار لا تسرك او مواقف لا ترضيك، لكن جرب ردة فعلك كيف تكون، ردة الفعل ديالك انت كيفاش غتكون. لابد ان تكون ردة الفعل طيبة في كل المواقف، وردة الفعل هذه مع اذا اردت ان ترتقي فردة الفعل حتى على تقاسيم الوجه لابد انها لا تتغير ولا تتمعر، وهذا مستوى اخر. ردة الفعل كأن الشخص شخصك الذي معك وذاك نمرودك الذي بداخلك وشيطانك قد أدبته، خلاص يصبح عنده الرضا في كل الأحوال، الرضا في كل الأحوال بإذن الله عز وجل. ما يكونش عنده ذاك الغضب ذاك الجهل، لأن يعني هذه الأمور لابد أننا نتعلمها بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا ما علموشنا في المدرسة أو لما تعلمناش في البيوت نتعلموها إن شاء الله تعالى مع نفوسنا، لأن غتنفعنا كثير في مستقبلنا مع نفوسنا ومع غيرنا بإذن الله تعالى. وهي ارتقاء في الجانب الأخلاقي، لأن غادي يرجع لك بالإيجابية مع الجميع بإذن الله تعالى. تعلم على أنك ردة الفعل دائما تكون إيجابية دائما، كيفما كان حال الخبر الذي سوف ينزل عليك والمشكلة التي يأتيك، ردة الفعل دائما تكون إيجابية. مفهوم؟ ليس فيها طيش في الحركات، في تقاسم الوجه، في التأفف، في التأجر، ليس فيها حتى إن استفزك آخر ليس بالسب واللعنة في الصوت. دائما يكون واحد الصلح ما بين العقل مصالحين، عقلك وقلبك وجوارحك مصالحين، ما كل شيء ومشي بغي شيء بغي حاجة وبغي حاجة، لا، النفس والقلب والعقل والجوارح كلهم مصالحين باغين يمشوا في نفس السياق نفس السياق، أن يكون هناك بفضل الله تعالى الأخلاق الطيبة وهو الحلم. مفهوم؟ إن شاء الله لم يكونوا مصالحين بإذن الله تعالى، ما يخرج منه إلا كل جميل بإذن الله عز وجل. خاصنا صراحة للأسف القنوات ما كتكلمش إلا القليل، قنوات والمناهج التربوية كذلك في هذه الأمور العظيمة، المناهج التربوية كذلك ما كانت مغيبة في هذا الجانب هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فنطلب الله تعالى يسر أمورنا وأموركم جميعا، اللهم آمين. طيب